من محافظة ذي قار إلى السلطات في بغداد، يرسل معتصم ثورة تشرين في ساحة الحبوب في الناصرية رسائل تذكر أحزاب السلطة أن لا دور لهم في مستقبل العراق القريب. منذ إحراق الميليشيات خيم المعتصمين واستشهاد وإصابة متظاهرين في كانون الثاني الماضي، وحشود المتظاهرين تتدفق إلى ساحة الاعتصام دون ما توقف، في تحدي واضح لسلطة الأحزاب ورفضا لمخرجاتها السياسية. الساحات رفضت وسوف ترفض إلى أن يحقق مطالبها. محمد توفيق علاوي جاء عن طريق المحاصصة وفوق آليات وقانون وآليات وإدارة متفق عليها سابقا ومرفوضة من الشعب. الشعب اليوم رافض وبقوة وبشدة تنصيب محمد توفيق علاوي. معتصمو الناصرية ذكروا أيضا بأن الرفض الشعبي لتكليف مرشح من الأحزاب لرئاسة الحكومة ليس مطلب الثوار الوحيد، كما أنه ليس المطلب الأساسي. تغيير رئيس الوزراء ليس مطلبنا كما ذكرت في كما ذكرت في البداية. نحن نريد حل البرلمان، انتخابات مبكرة، قانون انتخابات حق ومرضي ومنصف لا يخدم عودة هؤلاء الأحزاب إلى مقاعد الحكم من جديد. بل إن مطلب إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وتغييره إلى نظام سياسي يصب في خدمة العراقيين حصراً ما زال المطلب الشعبي الرئيس، كما تؤكد إحدى متظاهرات ذي قار. طبعاً لا زال مستمر ويستمر يوم بعد يوم، والإصرار عليه أكثر صار أنه نريد تغيير النظام وإسقاطه، لأنه الدماء اللي انطيناها مسهلة، انطينا شهداء، اليوم ما صارت مطالب، اليوم صار بيننا وبينهم ثار، والثار هو تغييرهم إلى الأبد، فلازم هاي العملية السياسية المحصاتية لازم تنتهي. إصرار شعبي على التغيير الشامل مستمر منذ شهور، في صمود يفسره إعلام السلطة وأقلامها على أنه مدعوم من دول أجنبية، وهي من بين أكثر التهم التي يسخر منها المتظاهرون. هاي المظاهرات اللي سقطتوا بيها وقلتوا تابعة لمن؟ الأمريكا. والله أنا على أبو إيران لا أبو أمريكا. زين، ومستمرين وما نرجع، ثق وما نرجع، ونضحي بكل ما نملك. وين أمريكا دعمتنا؟ إيش دعمتنا؟ أكل ما عندنا، صارنا 3 أشهر ناس بقرة اللي تدعمنا. ليس أمام السلطات الحكومية إلا الإذعان لصوت الشعب الثائر، يقول معتصم ذي قار. فأساليب القمع وتجاهل مطالب المتظاهرين وإطلاق شتى الإشاعات لتشويه التظاهرات وحرفها عن مسارها هو مؤشر على إفلاس سياسي وأمني بلغ ذروته.